تلقى الأحذية التي تتم صناعتها محليا إقبالا معتبرا من طرف الباحثين عن الأسعار التي تناسبهم، وقد شهد هذا النوع من الصناعة تطورا خلال السنوات الأخيرة، حيث بات يحاكي الماركات العالمية. منذ أن وطأت رجله المدينة لم يوظف محمود الأحذية للانتعال، فقد رآها من زاوية أخرى قد تدر عليه دخلا يؤمن به حاجياته اليومية، فامتهن إصلاح الأحذية وبيعها وبات تاجرا ككل التجار، رغم افتراشه الأرض والتحافه السماء، حيث تكمن أرزاق بني آدم وما يوعدون. بدل سانزمان الفرنسي دي سانزمان بدل كم كيف سانزمان مشي كونتينر سيرين نايل جيبون بدل في ناس سيهون نيني عفو نجيبو كونتينر جيبون نسجلهم نحلو نيني يبس حتى جيرهم سيراج بون نيني جيرهم سيراج أبر ناس جي شري ها ناس فيس جديد فيس ماشي جديد. أمثال محمود كثر لدرجة أن حيزهم من الرصيف بات سوقا بكل مقوماته، متاجر تتجاور جغرافيا وتجار يقضون يومهم بأكمله بجانب بضاعتهم، ومرتادون يقصدون السوق بوعي مسبق لطبيعة ونوعية البضاعة المعروضة. إن شاء الله زينين يعدرهم هم من الجلود ويعدرهم ياسر من الشيء، إن شاء الله نعل زين إن شاء الله تبارك الله. وهو يجي مولي في شيء بثلاثة وفي شيء بأربعة وشيء بألفين وين ما شاء الله تبارك الله. هنا توجد الأحذية الجديدة وتلك المستعملة والتي تفضل أحيانا على نظيرتها لأسباب من أهمها الجودة والثمن. أحمد نسيد أحمد، الساحل تي في، نواكشوط.